مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وبتواصل معكم من جديد، وخير من نبدأ به سنة 2021 هذا اللقاء بطبيعة الحال. اليوم غنطرق الموضوع مع ضيوف كرام وأصدقاء أعزاء، ولهذا الغرض كنرحب بضيوفي واللي هما بطبيعة الحال الدكتور وردي محمد بهاء الدين، طبيب اختصاصي في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. مساء النور ومرحبا بك دكتور. مساء النور مدام سكينة، تحصل لي الشرف أنني نشارك معكم في أول حلقة في العام ديال 2021، وإن شاء الله تكون واحد الحلقة اللي متميزة إن شاء الله. الله يطول عمرك يا لحظتك. وكنرحب أيضا بالدكتور المتقي محمد يوسف، طبيب متخصص في طب التجميل. مساء النور دكتور. مساء النور أستاذة سكينة، الله يطول عمرك وشكرا على الاستضافة وعد دعوة كذلك، وكنشكروا بيان سور الدكتور الوردي على استجابة الدعوة كذلك. وكما قلتوا التكرار هذا، نتمنى ان شاء الله تكون يعني حلقة متميزة وخير ما نبداو به ان شاء الله هذه السنة هذه ان شاء الله ديال 2021 ان شاء الله، يعني كامل ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وكيف ما قلت ان شاء الله صراحة كون أنه دكتور متقي اللي سابق معرفتي به، يعني كنقدرك وكنوجه لك التحية الكبيرة وكنتمنى لك التوفيق، برافو عليك. وأيضا كنت سعيدة جدا أنني نتعرف من خلال هذه التجربة هذه على الدكتور محمد بهاء، فمرحبا بكم وسعيدة جدا باش ندرجوا في موضوعنا اليوم. ألوغ كيف ما جيت طبعا معنا أخصائي نفسي ومعنا طب جميل، وبالتالي الموضوع ضروري ما غتكون عنده علاقة بالشكل ديالنا ولا بالجسم ديالنا او بعلاقتنا مع نفسنا. اكيد انه ربما من الصيحات في هذه السنوات الاخيره، الا بغينا نعتبروها هاد 10 سنين الاخرى، بداو الناس كيفكروا اكثر في انهم يقوموا بمجموعه من العمليات الصحيه والتقويميه للشكل ديالهم، مرض ينشأ ليه او لضروره صحيه او لا، صبحات هناك امكانيات جميليه اللي هي كثيره، ولكن اثناء هذه العمليات هذه كتقدر توقع بعض المفاجآت. فمجموعة من الأخصائيين طبيعة الحال كيمشيو في واحد البروتوكول اللي كيعطيهم الإطار اللي غيشتغلوا فيه، فبالتالي ضروري من هذا الشخص اللي عنده رغبة في أنه يخضع العملية التجميلية يخضع المجموعة من الفحوصات الطبية، وأيضا يكون واحد تدقيق معين، وحتى الطبيب كيكون صريح مع الحالة ديالو وتعطيها النتيجة، يعني النتيجة الخيالية اللي يمكن ينتظروها الناس أحيانا قد تكون صعبة، كترجع الجسم ديال الإنسان والتركيبة ديال الإنسان. لكن مؤخرا للأسف في عالم الفضاء الأزرق والتواصل الاجتماعي صبحنا كنعيشوا من أجل الصورة، صبحنا كنشوفوا العلاقة مع الصورة أكثر تأثير على وليداتنا قبل ما تأثر علينا، وربما صبحوا كيتفرعوا عندنا مراهقين جدد، مراهقين افتراضيين كيعيشوا بعالم الصورة وبعالم الشكل، وكل شيء كيبحث على نماذج معينة اللي تبغي يحققها في ذاته. من قبل مجموعة من الأخصائيين كانوا تطرقوا لمسألة ديال أنه إلا خدينا واحد الإنسان كائن بشري وحطينا فيه جميع معايير الجمال الممكنة غتكون الصورة ديالو بشعة، وهذا الشيء كيرجع بطبيعة الحال أنه الكمال لله سبحانه وتعالى. لكن الناس صبحات عندهم واحد الهوس، وانا قبل ما وما غنعممش طبيعه الحال هي فئه من الفئات، قبل ما غادي نمشي عند الدكتور متقي وغنتكلموا على الجانب التجميلي، نبغي نفتحوا الدردشه بالجانب النفسي مع دكتور محمد بهاء. دكتور محمد بهاء، شنو واقع، شنو هي مشكلتنا مع الصوره او مشكلتنا مع شكلتنا؟ كلشي باغي يكون طاي زفلت، كلشي باغي يكون بشفتين مرضين، كلشي باغي يكون بقوام 8، كلشي باغي يكون عنده طابليت شوكولا، العضلات مرسومه الى غير ذلك. اشهد الحاله النفسيه اللي صبحنا كنشوفوها في المجتمع. وي بالفعل مؤخرا ولينا تلاحظوا واحد عند المراهقين ولا عند الناس البالغين واحد الهوس اللي مرتبط بالصوره ديالهم، مرتبط بهذا الشيء اللي تيشوفوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال من خلال الاعلام والفضائيات، دونك تيحاولوا انهم يزينوا الصوره ديالهم. ولكن كيفاش تيوصلوا لهذه الحاله هذه؟ اولا قبل ما نطرقوا لهذه الاشكاليه هذه، نبغيو بعدا نعطيو واحد التعريف شنو هي بعدا، كيفاش الناس كيفاش تعرفوا الصوره ديال الجسم ديالهم. انا باش نقول الصوره ديال الجسم ديالي، دونك هي الفكره اللي تنصورها على الشكل ديالي، سواء في المخيله ديالي سواء كانت حقيقيه او ماشي حقيقيه، ولكن واحد الفكره داخليه اللي تنصورها انا على الجسد ديالي.
وهذه الصوره هذه تترتب عليها واحد المشاعر واحد الاحاسيس. الا كنت انا راضي على الصوره ديالي بالفعل دونك غادي نحس بواحد المشاعر بواحد الاحاسيس ديال الفرحه دونك غنكون راضي على الجسم والشكل ديال الجسد ديالي. في حين الا ما كنتش راضي على الجسد ديالي تنقدر تنكون انني قلق من الشكل ديالي دونك المراهق يقدر انه يكون عنده واحد النوع من الخجول من الشكل ديال الجسد ديالو دونك يخجل انه يخرج للشارع يخجل انه يتحدث دونك امام الاصدقاء ديالو ولا امام الناس خوفا من الشكل ديال الجسد ديالو اللي هو هذيك الفكره اللي عنده في الراس ديالو على الشكل ديالو. تقدر تكون هذيك الفكره راها واقعيه وتقدر تكون غا واحد المخيله عند المراهق في العقل ديالو. يعني هنايا دونك تنشوفوا واش انه قبل من ان المراهق انه يلجا لواحد عمليه ديال التجميل ولا انه يصحح من المظهر ديالو سواء من غير عمليه التجميل دونك يقدر انه يدير جوست دابا تيديروا الماكياج بواحد الطريقه وتغيروا الملامح ديالهم. يقدر ان بحال دابا المراهق يخلي دونك اللحيه ديالو تكبر باش تيخبع دونك العلامات ديال لاكني في البشره ديالو دونك وي تيقدر ان المراهق في واحد المرحله ان هذا الشيء يتمادى الشيء الطبيعي ديالو ويقدر يدوز لواحد الحاجه اللي هي مرضيه. وتنقدروا هنايا نفتحوا دونك القوس ان احنا نتكلموا ان المراهق ولا الشخص اللي تيبحث اللي دخل في هذه الهوازيه الصوره يقدر يولي عنده واحد النوع اللي تنسميه واحد الوسواس قهري انه تيبقى تفكر في الصوره ديالو بواحد الطريقه متكرره بواحد الطريقه متكرره في النهار بصفه متكرره تيمشي قبالة المرايه تيبقى تيشوف راسو بزاف تاع المرات وتيبقى تيقاد دونك الشكل ديال الوجه ديالو وتترتب على هذا الشيء واحد السلوكات انه تيتزين بكثره انه يبقى ينتف الحجبان ديالو دونك يغير المظهر ديالو يغير الملابس ديالو بزاف تاع المرات في النهار وهذا الشيء تاثر على الحياه ديالو. دونك هذا الشيء اذا كان متكرر بواحد الصفه كثيره في النهار وما تيخليش ان الشخص انه يقوم بالعمل ديالو سواء المدرسي او العمل ديالو كعمل فهنا تنقدروا تندخلوه دونك في واحد الاضطرابات اللي تجاوزوا الحاجه العاديه ودازوا لواحد الحاجه اللي هي مرضيه. هنا دكتور بهاء كاين عندنا واحد الاشكال ربما لبعض الناس للاسف ما كيردوش له البال واللي هذه يعني تقريبا مجموعه من الدراسات اقرتها هو انه اليوم تنعانيو من جوج الامراض النفسيه بشكل متفاوت كل واحد فينا. عندنا نسبه من الاكتئاب ونسبه من ستريس او التوتر كل واحد فينا والنسبه اللي كتكون عنده كيفاش كتطور وقتاش كتولي مرضيه وكتستدعي العلاج. كاين بعض الناس ربما اللي الى دخل في حاله اكتئاب كيقدر يبغي يصبح يمارس على نفسه واحد الساديه خاصو ياخذ لو بوين مثلا كياكل بزاف يدير واحد يعني واحد السلوكات اللي كتكون كتدمر الجسم ديالو. كاينه في اخرى اللي ربما الى دخل في واحد الاكتئاب ولا في واحد لا ديبرسيون كيولي مهووس بنفسه خاصني نصاوب هذه الا الناس ما عجبتهمش هكذا لا واقيلا راه ضيعت مثلا واحد الشخص في حياتي حيت انا ما فيهاش هذا الشكل هذا غنمشي عند الطبيب يدير هنا. حتى انه كاين بعض الاخصائي ربما اللي يمكن ديك الحاله كتجي عنده كيحاول انه ذاك الطبيب التجميلي يدير له هذيك المرافقه الطبيه والنفسيه الى غير ذلك اسيغتا مومون كيقول له سمحي لي راه ما يمكنش راه انت ما يمكنش ديري عمليه تجميليه مثلا. فواش هذا الشق هذا ايضا عنده واحد الاثر نفسي قبل ما نمشي عند متقي باش ندير تشوف هاد النقطه. وي بالفعل دونك تبارك الله عليك دونك هاد الشق هذا بالفعل عنده واحد الاثر نفسي دونك على الشخص سواء مراهق ولا بالغ. دونك هناك واحد مجموعه من الاضطرابات اللي تتقدر تتاثر دونك على الصوره كيف ما ذكرتي دونك كاين الاكتئاب لا ديبرسيون كاين دونك القلق دونك ان الشخص دونك تيكون قلق على الصوره ديالو دونك لونسيتي كاين بالاضافه دونك لهاد الجوج ديال لي دو تروب اللي غادي نحاولوا نفصلوهم كاين دونك لو تروب بيبولير دونك ثنائي القطب اللي هو دونك واحد الاضطراب اللي الشخص تيمر بواحد المراحل ديال الاكتئاب. دونك فاش تنقولوا اكتئاب دونك ان الشخص بالاضافه للعلامات اللي تنعرفوا حنا كاملين ديال الاكتئاب اللي هو الحزن الشديد دونك العزله ان الشخص دونك تيقدر انه يمتنع على الطعام دونك تيكون عنده واحد التاثير على الجسم ديالو ان الشخص دونك تيفقد دونك سوا تيفقد دونك الوزن ديالو سواء على العكس دونك تيكونوا بعض الحالات لان الشخص دونك تيزيد في الوزن ديالو بالاضافه لاضطرابات دونك النوم اللي تعرفوا من الاكتئاب. دونك هنايا دونك في الاضطراب ديال ثنائي القطب اللي هو لو تروب بيبولير دونك فيه واحد جوج ديال لي سيك اللي تيمر منهم الشخص انه تيقدر يمر من مراحل
الشكل ديال الاكتئاب اللي تقدر دونك تدوم واحد المرحله معينه، من بعد تجي واحد المرحله اخرى اللي فيها الشخص تيكون اسكون ابيل اوناكسيمانياك، انه تيكون عنده واحد الفرط في النشاط، انه تيقدر في هذه المرحله تيقدر انه يتخذ واحد القرارات بلا ما يفكر فيهم، يقدر في هذه المرحله انه يتخذ قرار انه يغير الشكل ديال الجسم ديالو، انه يدير واحد لاكوب ديال لي شوفو، يغير اللون ديال الشعر ديالو، يمشي عند طبيب ديال التجميل باش يقاد دونك لو ني ديالو، ولا باش يقاد دونك الخدين ديالو، ولا جو سي با. دونك في هذه المرحله دونك ان الشخص ما تيكونش تيتحكم دونك في الادراك ديالو بصفه دونك جيده، دونك تيتاخذ واحد القرارات اللي من بعد دونك من بعد تقدر انه يندم عليهم. بالاضافه دونك للاضطراب ديال الاكتئاب القلق وكيف ما قلنا ثنائي القطب، دونك كاين سكون ابيل دونك لانوريكسي مونتال، وهو دونك باللغه العربيه نقدروا نسميوه دونك الفقدان ديال الشهيه دونك العصبي. دونك هو ان الشخص دونك انه تلجا انه عنده واحد الصوره كيف ما قلنا في الاول دونك التعريف ديال الصوره ديال صوره الجسم، دونك هي الفكره اللي عند الشخص في الداخل ديال العقل ديالو على الجسد ديالو. الناس اللي عندهم هذا الاضطراب ديال لانوريكسي مونتال ولا فقدان الشهيه العصبي، دونك عندهم الفكره ان عندهم واحد التصور على ان الشكل ديال الجسم ديالهم شويه دونك ديفورمي دونك متشوه، انهم عندهم الفكره بان الجسد ديالهم شويه دونك ضخم، انهم غلاظ، دونك تيسعوا دائما انهم ينقصوا من الوزن ديالهم، تيسعوا دائما انهم يكونوا دونك واحد لاطاي اللي هي زبلت، انهم دونك ناحيفين في لاطاي ديالهم، وباش يوصلوا لهذه النتيجه دونك سواء انهم تيمتنعوا على الاكل، سواء انهم تيستعملوا واحد المسهلات باش يخرجوا دونك الماكله اللي كلاوها، سواء انهم دونك تيلجؤوا انهم يتابعوا واحد الحميات اللي تتكون قاسيه دونك على الجسم ديال الانسان. بالاضافه ان تنقولوا الى ان دونك المراهق هو اللي تابع هذه الحميه، تنعرفوا بان مرحله المراهقه هي مرحله ديال النمو ديال المراهق، انه تحتاج فيها مجموعه ديال الفيتامين، مجموعه ديال العناصر دونك المعدنيه، انه ان المراهق دونك الى تابع واحد الحميه اللي ماشي بواحد الوصفه دونك من عند اختصاصي في التغذيه ولا من عند طبيب دونك عام، دونك هنايا تيقدر انه هذا الشيء تيشكل عليه واحد الخطوره. وتلاحظوا بان المراهق اللي تيعاني من هاد لانوريكسي مونتال الاغلبيه ديالهم دونك تيوصلوا شي مرات لي زورجونس دونك المستشفيات واحد ليطا ديال لا ديزيدغاتاسيون، واحد ليطا ديال لو تروبل هيدرو الكتروليتيك، يقدروا انهم يوصلوا كاع في واحد الحاله ديال الكوما. ومن تماك عاد تنعرفوا بان المراهق راه كان تيعاني من هذا الاضطراب، باسكو كيف ما تنعرفوا بان الاضطرابات النفسيه دونك مازالين واحد الطابو في المجتمع ديالنا، دونك الناس ما تيبغيوش يتكلموا عليهم، دونك شي مرات ما تنكتشفوا بان المراهق دونك تيعاني من واحد الاضطراب النفسي حتى تيوصل لافاز ديال لي كومبليكاسيون، ولا انه حتى تيوصل وي نعم. وربما هو دكتور يعني تجي فرصه ان شاء الله شي مره، لان خصنا نفهموا الناس الفرق ما بين الاضطراب ما بين المرض العقلي، راه كاين فرق كبير ما بين الاضطراب النفسي، لان كلنا كبشر مضطربين بدرجات، ولكن المرض العقلي هو اللي عنده تطور اخر، وحتى المرض العقلي راه عنده علاج وعنده درجات بطبيعه الحال. كاينين الناس اللي مرضوا عقليا وتعالجوا رجعوا ناس عاديين، اذا للاسف مازال عندنا الثقافه ديال الحمق، والحمق الصراحه في حد ذاته هو انه نكبحوا مثل هذه الاضطرابات في مجتمعنا ونخليو الانسان كيسوفري بلا ما نقدروا نعاونوه. انا غنرجع عندك، ولكن الا سمحتي لي غنمشي عند دكتور متقي. دكتور متقي، ربما ملي كنتكلموا على الصوره او على التجميل، اليوم من اشهر العمليات ديال التجميل اللي كما كنقولوا اللي معروفه، كنتكلموا على لابدومينوبلاستي، كنتكلموا على الريدكسيون ولا لوغمونطاسيون مامير، كنتكلموا على تقويم الانف، كنتكلموا على الفيلر، على البوتوكس، كنتكلموا على بعض شد الوجه، كنتكلموا ايضا على بعض زرع الشعر، كنتكلموا على تجميل الاسنان. كاينين عمليات هذه اللي ابرزها يعني اللي كنقولوا دايره البروباغندا، كاين عمليات ربما كيكون عندها تاثير صحي او كيكون عندها تبعيه صحيه، للطبيب كياخذ قرار ديال انه ما يمكنش خاصو يعاون ذاك الانسان باش يتجاوزها. وكاين بعض العمليات اللي بعض الناس كيشوفوها غير زايده مثلا، يمكن يكون تجاوز عليها. انا من المتتبعين ديالك في العالم الافتراضي وكنحييك على فيديوهاتك، كيعجبني الطريقه اللي
توصل المعلومه للناس. ففي كل مره كتكلم على هذه المسائل بواحد الطريقه اللي هي كتبين بانه خاصنا نتهلاو في راسنا، نقابلوا راسنا الى غير ذلك، ولكن ربي قدر، امور مي كتفوت حدها كتنقلب ضدها. صحيح، الله يعطيك الصحه الاستاذه ديالنا، تبارك الله عليك وتبارك الله يعني على المداخله ديال الدكتور وردي. لان صراحه المشكل اللي كاين كما قلنا كما الموضوع ديال الحلقه هو مشكل الهوس. فالناس كما قلنا يعني بسبب لي زانفلونسوز ولي زانفلونسور، يعني الناس اللي كيعطيو نقولوا حنا الصوره اللي كاينه في العالم الافتراضي، الناس اللي متبعينهم الناس بزاف، فكيعطيو بعض المرات الصوره اللي هي غير طبيعيه. فكاين جوج المشاكل اصلا. المشكل الاول هو ان ديجا الاغلبيه ديال هاد الصور هذه كما كتعرف الاستاذ ديالنا هي صور مفبركه، يعني كتكون فوتوشوب. ودابا كاريمون كاين فوتوشوب حتى ديال الفيديو، دابا كاريمون يقدروا مثلا حتى في الفيديو يقدروا يقادوا الفورما، يقدروا يمحيوا التجاعيد. فنعطيك مؤخرا جيست لهذا واحد المستملحه، هو ان جينيفر لوبيز اللي هي معروفه يعني ستار، يعني مغنيه امريكيه معروفه، قالت لهم في اخر يعني استوديو بسولو يعني شنو هو سر الجمال ديالك، قالت لهم انا زيت العود، يعني انها كتستعمل زيت العود كعلاج للبشره ديالها. الوغ كو داك الساعه ما دوكش شدوا فيها كاع الاطباء ديال التجميل والجراحين ديال التجميل في امريكا، يعني السيده معارفينها، يعني قالوا بلا ما نفضحوها يعني دايره عمليه التجميل وكتقول للناس انا ما دايره والو. والعكس صحيح، هو ان كتلقى في بعض الحالات يعني كيجيو ناس كيقول لك بان هما دايرين عمليه التجميل باش كيما نقولوا باش يبانوا على زعما الصوره ديالهم يعني كيما نقولوا مصوبه. المشكل اللي مطروح هو ان في العالم الافتراضي كما قلت يعني الصور مفبركه. ثاني حاجه هذوك الناس اللي كيديروا كما كنقولوا حنا يعني نقدروا نقولوا عندنا انها يعني مصدر رزق هذيك طريقه الحياه ديالهم، فما كيبغيو يبينوا بانهم كيعيشوا مزيان، فخصها تنعكس على الشكل ديالهم. يعني انسان عنده الفلوس خصو يكون زوين، خصو يكون كما قلتي يعني السؤال ديالك على حسب يعني لي كومبليكاسيون اللي هما المضاعفات. فاحنا في الطب راه هو الدكتور بها معنا كحنا كنطبقوا لو دو تيوري، يعني اما كلشي اما بلاش، يعني اما تكون اللي تخليك خليها، اما تكون السيده محتاجه لذاك الحاجه فممكن نديروها وكناخذ بيان سور الاحتياطات ديالنا اللي كتسموا لي كونتر انديكاسيون، يعني كتشوف واش عندها كونتر انديكاسيون. مثلا مواعي الاستعمال، مثلا السيده مثلا عندها مثلا السكر ما بقاش، ولا مثلا السيد ولا السيد مثلا السيده عنده مثلا مشكل مرض القلب على مستوى القلب، ولا مثلا كاين مرض جلدي مثلا اللي هو مزمن، يعني من الامراض اللي كنسميوها امراض المناعه الذاتيه. لان كما كيعرفوا يعني الناس دابا الحمد لله كتعرفوا على الامراض المناعه الذاتيه بحال اللوبوس، يعني بحال الامراض هادو، كنعرفوا ان اي ماده كتدخل الجسم ممكن دير واحد يعني فرط، يعني كيما صحيح فرط الحساسيه، لان اصلا ذاك الجسم هو ما كيعرفش راسو، يعني مضاد الاجسام تيتقاتلوا حتى مع الخلايا الذاتيه ديالو، فما بالك بجسم غريب. كذلك كاينين كيما كنقولوا يعني المشكل اللي دابا مطروح هو المشكل ديال عاد من عنده واحد هذه عمليه التجميل. فالحق الفيلر ولا حق البوتوكس واخا كتبان ساهله فهي خاصها دار فقط عند طبيب اختصاصي اللي عنده فورماسيون وعنده ديجا درايه كيما نقولوا بالتشريح ديال الوجه. لان كما كيعرف الدكتور الوردي وجميع بيان سور المتابعين هو ان الوجه ديالنا مكون من شعيرات دمويه وعروق دمويه. الشعيرات الدمويه ما كاينش فيهم لو ريسك، ما كاينش مشكل كبير، في حين الله يستر ان شاء الله من بعد غنبارطاج هذه المساله ان يوقع مثلا تحت مثلا يعني شي ماده في عرق كبير ممكن تؤدي الله يستر للعمى، ممكن تؤدي النكروز الشلل الوجه، واكثر من هذا هو ان ممكن الله يستر تؤدي يعني الموس ديال ديك المنطقه كامله النكروز ديال الله يستر ديك اللحم يتحفر، يعني تشوه اليوم حتى في العمليات من بعد العمليه الجراحيه غادي يكون صعيب الاصلاح ديالو. وهذا الشيء سببه سواء ان الطبيب كما كنقولوا ماشي عنده خبره في المجال، ولا ان هاد الحقن هادو كيداروا عند الناس اللي اصلا ماشي في الدومين يعني ماشي طبي. لان هذا الشيء خصنا كما كناكد عليه ديما انا هو الطب قبل ان يكون طب تجميل، يعني ما كانش كما قلت يا استاذ ديالنا لانديكاسيون بعدا، يعني ما كانش علاش عيدار علاش يتحط فما خصوش يدار كما قلنا، يا ما كانش عرفتي اللي يعرف اللي عيديرو ما خصوش يدار. وثاني حاجه تتحاجه المهمه كتبقى ديما كنقولوا يعني خص كل شيء يكون متفق يعني لا الطبيب ولا المريض، لان في الاخر كيبقى مريض. لان كما قلت حنا ما عندناش يعني لو نون ديال كليون في الطب، حنا كنعتمدوا مع دي باسيون، ماشي معنى قدح يعني مريض يعني مريض، ولكن هو محتاج كما شر ليه ديك الدكتور الوردي ان بعض المرات كيكون عندي مشكل نفسي فكيتعالج يعني الحمد لله يعني حسب التجربه ديالي يعني شحال واحد الحمد لله يعني دار مثلا البوتوكس ولا اسمحي لي باش ندقق في هذه المساله اللي قلتي، ربما كنتعاملوا مع لو باسيون او مع المريض على اساس انه محتاج لعلاج، فبالتالي صحيح. التعامل طبي ولكن ماشي تعامل تجاري كيف مثلا مع انتيون. صحيح الله يعطيك الصحه. دونك حنا هذا هو المبدا ديالنا يعني كطب، لان يعني حنا اطباء ديال انقسام ديال المهنه ديالنا اللي كياكد علينا اننا خصنا نعاونوا الناس، وباش نعاونوا الناس اول حاجه هو نوجههم للصح، واش محتاج بصح دير عمليه التجميل
ولا خصو مثلا طبيب نفسي ولا ما خصك والو. غادي نرجع نهضروا على ابدومينوبلاستي، نهضروا على شفط الدهون، نهضروا على مثلا يعني الجراحات التجميليه. فكما اي جراحه راكم عارفين يعني الجراحه لا انسان مثلا تخلي يفتح مثلا على المراره ولا تخلي يفتح مثلا على المسامير الزايده ولا تخلي يفتح على الحلاقم ولا بعضهم كتكون مثلا غير ختانه، فهي غير خاليه من الاخطار، لان كيبقى فيها بنج يعني كيبقى فيها تخدير موضعي ولا كيكون تخدير عام، ممكن يوقعوا مضاعفات. كذلك العمليه بحد ذاتها ملي كتكون كما قلتي ذا الطابع يعني تجميلي محض يعني ما بحتاجش بصح داك الانسان، فكيكون لو ريسك ديالها طالع. سيتو ما تاخذوش احتياطات يعني ما دارش مثلا يعني كما قلتي التحاليل اللي خصها دار ولا يعني الكشوفات يعني الراديولوجيه يعني سكانير ولا مثلا يعني ايكوغرافي يعني الفحص بالصدى على مثلا بعض المسائل. يعني كما قلت لك ولا بد خصنا نحددوا لي كونتراديكاسيون يعني المواعيد الاستعمال هما اللي نحيدوهم، عاد ممكن نفكروا واش يديروا ولا ما يديروش ديك العمليه. في حين ان بعض الاحيان راكم عارفين يعني كاين في جميع الدومين يعني مبدا التجاره، فكيوقع بعض المرات الغلط ان الانسان كيجري مور الفلوس وكينسى يعني الاصل الخدمه ديالو، وكيوقعوا بيان سور مشاكل لا صحيه ولا نفسيه، لان في بعض الاحيان وهذا هو المشكل اللي كنخاف منه انا ككومبليكاسيون يعني هذا هو عدم الرضا للمريض على النتيجه، ماشي النتيجه الطبيه اللي كنقدروا على النتيجه يعني الجماليه، لان كما بيان سور عايزيد قال الدكتور وضي، فكيبقى المشكل ديال لا ساتيسفاكسيون ديال المريض، واش هو واش راضي ولا ما راضيش. واخا ندير شي حاجه واو يعني غادي تعجبك استاذه وتعجب الطبيب وتعجب اي واحد، ذاك المريض راه يكون ما راضيش عليه. وهذا هو انا اكثر حاجه كنخاف منها اكثر من اي مشكل اخر الله يسر، يعني اكثر من اي مشكل يعني ديال حتى الوفاه كنخاف ان عدم الرضا، لان عدم الرضا يقدر يؤدي الله يسر لمشاكل اخرى يا اكبر الانتحار ولا يؤدي مثلا التشهير بالطبيب، لان كنشوفوا هذا الشيء يعني كثر بزاف يعني عدم الرضا ديال بعض المرضى. وكذلك في نفس الوقت كما قلت لك المضاعفات اللي كثروا بزاف، لان كاين بزاف ديال المتطوعين على الميدان اللي كما قلت لك ما كيعرفوش بالضبط شنو هما لي باز يعني القواعد ديال الخدمه. وكما قلنا هذا راه كيبقى في الاخر وفي الاول طب قبل ما يكون طب تجميل، لاننا حنا ماشي كنديروا الزواق، حنا كنديروا حاجه كتكون داخل في الجسم، فخصنا نعرفوا يعني كما كنقولوا كيفاش نختاروا المرضى ديالها، كتسمى لا سيليكسيون دو باسيون. وهذه راه الحمد لله اللي كيطبقها في خدمته ما عمره يخاف، وديما كيحافظ على راسو والسمعه ديالو كيحافظ على المرضى ديالو الحمد لله. نعم نقاط مهمة اللي شرتي لها دكتور متقي وبها تقل عند دكتور الوردي، يعني هذه المسألة ديال الثقة في النفس، ربما احنا ولينا عايشين حياتنا افتراضيا واقعين بالفلتر، انسان لكن تصور صورة خصو يدير الفلتر، خاصني نصحح صورتي قبل ما نحطها، حتى الحياة ولينا كنقلبوا على الفلتر، غنلبس ليكان باش ما يبانوش جنابي زايدين، الابتسامة نقدر نلبس دي بروتيز باش تبان الابتسامة مزيانة، داك نصاعات البياض راه ما كايناش في الأسنان الطبيعية، واخا ما عرفت شنو نديروا لها، ما كاينة غير في الأسنان الصناعية غير صحية غير صحية. فبالتالي الناس كيمشيو على الفلتر ديال يعني أصبحنا في واحد الصورة اللي ما عرفتش انا اصلا من الاول شكون اللي حطها، لانه دابا ملي كنجيو نتكلموا على معايير الجمال تختلف من منطقه لمنطقه من ناس لناس ثقافه لثقافه. حتى واحد ما قال بان المراه الضعيفه هي المراه اللي زوينه والمراه الغليظه هي المراه اللي زوينه، ولا اللي نيفها طويل ولا نيفها عريض، ولا مشينا في واحد المعايير. دابا وهنا كنشوفوا الصوره تتكرر كانه كوبي كولي كتنسخ، نيف اللي هو رقيق وطويل، شفتين اللي هما منفوخين واحيانا فوق القياس، كتلقى البنت كانت في جمال راقي جدا قبل ما ديرها ملي درتها ولات مشوهه مثلا، ولكن هي بالنسبه لها راه خلقات واحد الشكل ديال 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 الجمال. احيانا تقدر تلبس دي كورسير اللي كيعذبوها ما قدرش حتى تنفس، ولكن باش تجي الكسوا فلوكور ديالها يعني متموجه وترسم داك الشكل ديال 8 الى غير ذلك. الشباب ايضا لا خاصو يتراسي اللحيه ديالو بواحد الشكل معين، خاصو يصاوب الضحكه ديالو بشكل معين، خاصو يقلم الحجبان ديالو بواحد الشكل معين. ولينا عايشين بالفلتر. شنو اللي وصلنا لهاد المشكل مع نفسنا وما كنشوفو ثقتنا الا بواحد الصوره معينه؟ اكزاكتومون. مؤخرا كيف ما قلتي دونك ولينا تنشوفو واحد الظاهره اللي هي ديال الاشخاص دونك يعيشوها بالفلتر، دونك قبل ما تيحط واحد الفوتو ديال البروفيل ديالو دونك تيشوفها واش مزيانه تيقادها بالفلتر. ولينا تنسمي واحد الظاهره ديال التشوه ديال الصوره عبر سناب شات، واحد الظاهره اللي هي نورمالمون انترناسيونال دونك عالميه، ماشي تنعانيو به منها حنا جوست حنا المغاربه ولا الدول العربيه، ولكن واحد الظاهره اللي هي دونك انترناسيونال. بالعكس دونك في الدول الغربيه راه الحده ديالها دونك اكثر من الحده اللي عندنا هنايا دونك مؤخرا في المغرب. دونك هذه الظاهره هذه اللي هي دونك ناتجه على ان
الشخص دونك ما تيقدرش انه يثبت الذات ديالو دونك في المجتمع، دونك انه تيتخبى وراء في العالم الافتراضي، دونك تيحاول انه دونك يثبت الذات ديالو دونك في واحد العالم الافتراضي. وهنايا دونك ان الشخص انه الى داز لهاد المرحله هذه وبقى دونك متمادي فيها، دونك هنايا راه انه تيدوز لواحد المرحله اللي هي دونك مرضيه. دونك ترجعوا دونك للاضطرابات اللي قلنا تما، كاين واحد الاضطراب اللي تنسميوه اللي هو دونك لو تروبل دونك ديسمورفيك، اللي هو ان دونك واحد الاضطراب ديال تشوه صوره الجسم، اللي هو هذا الاضطراب اللي هو نورمالمون النسبه ديالو في المجتمع دونك في المجتمع عامه هي دونك على حسب لي ديرنيير دونك الابحاث دونك 2.4 في المجتمع عامه، دونك بالنسبه كثيره عند دونك الاناث بواحد النسبه ديال 2.5، عند الذكور 2.3%. دونك هنا تنشوف واحد فرق كبير، ولكن ماشي فرق كبير وي. دونك على المستوى دونك المجتمعي، دونك المجتمع كامل دونك راه 2.4، يعني واحد النسبه اللي مهمه. فاش نجيو نشوفوا دونك دونك المرضى اللي متبعين العيادات ديال طب البشره، دونك النسبه ديال المرضى اللي متبعين عند لي ديرماتولوج دونك اللي عندهم هذا الاضطراب هذا هي ما بين 10 حتى 15%. والنسبه ديال المرضى اللي تيلجؤوا انهم يمشيو يديروا واحد العمليات ديال التجميل وعندهم هذا الاضطراب ديال لوتروب ديسمورفيك تتراوح النسبه ما بين 7 حتى 8%، دونك ديال الاشخاص. يعني هنايا النسبه مرتفعه بارابور لا بوبولاسيون جينيرال. والنسبه ديال الاشخاص اللي تمشيو عند طبيب ديال الاسنان باش يقادو دونك الاسنان ديالهم عند لورثودونتيست دونك تتراوح ما بين 10 حتى 12%. يعني هنا واحد النسب اللي فايته دونك المستوى ديال لا بوبولاسيون جينيرال، يعني الاشخاص اللي تيلجؤوا دونك سواء الجراحات التجميليه ولا عند طبيب اختصاصي في الجلد ولا عند الميديسان دونك شيرجيا ماكسيلوفاسيال، دونك هنا تلاحظوهم بانهم ديجا تيكونوا تيعانيو دونك من واحد الاضطرابات اللي هي دونك نفسيه، ما نقولوش مرضيه ولكن واحد الاضطرابات نفسيه. دونك على سبيل المثال دونك قلنا الاكتئاب حتى هو اضطراب. اخر الاحصائيات دونك بينات اللي كان قال وزير الصحه دونك سابقا قال بان 30% ديال المغاربه دونك تيعانيو من الاكتئاب. دونك واش 30% ديال المغاربه واش كاملين مرض؟ لا، دونك تيعانيو من هذا الاضطراب على حسب واحد المستويات، باسكو حتى باسكو كل اضطراب فيه دي دوغري، دونك واحد لو دوغري اللي تيكون ليجي طفيف متوسط ولا سيفير اللي عاد تيدوز لي كومبليكاسيون. يعني كاينين بزاف ديال الاشخاص ولا دونك سواء المراهقين ولا بالغين اللي تيعانيو من واحد الاضطرابات اللي تيكونوا دونك ليجي، واللي الا ما تواخذوش بعين الاعتبار ما حطوش عليهم دونك الاباء دونك واحد النقطه واحد الملاحظه ولا الناس في المدرسه دونك ما داروش الملاحظه، يقدروا انهم دونك يدوزوا لواحد العواقب اللي تتكون دونك خايبه اللي يمكن لهم انهم يوصلوا في بعض الحالات دونك لواحد الحالات ديال السويسيد ديال الانتحار. بالفعل ان احنا الا قلنا بحال دابا الشخص اللي يعاني من اضطراب ديال لو تروب ديسمورفيك ديال تشوه الصوره، ان هذا الشخص تيكون ديما دونك تيحاول يفيريفي الشكل ديالو، تيقضي واحد الوقت طويل امام المراه تيبقى ديما تيفيريفي دونك واش عنده من تحت عينيه واحد الزروقيه واحد الهالات من تحت عينيه، واش عنده واش خارجين له دونك حب الشباب، دونك هذا الشيء تاثر ليه على الحياه ديالو. يعني ان المراهق تيقدر يكون عايش واحد القلق اللي هو واحد القلق مزمن. دابا انا اذا عشت واحد القلق اللي مزمن كيفاش غادي نقدر انني نقوم بالعمل ديالي، انني يكون عندي واحد السلوكات اجتماعيه مع المحيط ديالي اللي تكون دونك صحيه. بيان سور ما غاديش يكونوا دونك ان المراهق يقدر يعاني دونك من واحد القلق، دونك يقدر انه دونك تيدخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب، وتقدر دونك كيف ما قلنا انه يوصل لواحد الحالات ديال الانتحار. دونك هنا نبغيو نقولوا شنو هما العوامل اللي خلات دونك المراهقين ولا الناس البالغين دونك سواء سورتو لي جون، باسكو هاد الظاهره هذه نورمالمون دابا على حسب اخر الاحصائيات دونك اللي كاينين دونك على المستوى العلمي دونك الدولي، شحال هذه كانوا دونك العمليات التجميليه النسبه ديالهم كثيره عند الاشخاص اللي ما بين 50 حتى 60 سنه. دونك شخص اللي عنده 50 ولا 60 سنه دونك تيبدا تيفقد الشعر ديالو، دونك تيمشي تيدير زراعه الشعر ولا تيبانو عنده التجاعيد دونك تيجبد دونك الوجه ديالو باش انه باش ما يبانش بانه الي اجي، ما يبانش بانه كبير في السن. دونك يعني
التسعينيات ولا في الثمانينيات كانت النسبه ديال الاشخاص اللي ما بين 50 حتى 60 سنه هما اللي تيلجؤوا لواحد النسبه ديال عمليات الجميل كثيره. الوغ كو دابا لي ديغنيير لي ديغنيير دونك بوبليكاسيون تيبين ان هاد النسبه تحولات عند الاشخاص دونك كي سون بلو جون اللي مازالين صغار في السن سورتو ما بين 15 حتى 30 سنه. دونك يعني هنايا تنتحدثوا على اشخاص يلاه دونك في الشباب وفي المراهقه اللي نورمالمون سونسي ان الجلده ديالهم دونك مازال ما فيهاش تجاعيد دونك مازال ما عندهمش دونك العوامل ديال السن، ولكن كاينين واحد العوامل المؤثره اللي تتخليهم دونك انهم يلجؤوا دونك انهم تيبغيو يبحثوا على واحد الصوره دونك اللي متكامله. نعم ولا سمحتي يا دكتور بعفاد النقطه هذه لا سمحتي لي غادي نتج عند دكتور متقي. هذه المساله دكتور متقي ديال ربما لا سيبل ما بين 15 عام و 30 عام صبحوا هما اللي اكثر اهتمام بعمليه التجميل، وصبح حتى عالم التسويق التجميلي كيقيس هذه الشريحه، حيث انه صبحوا كيتسوقوا الكريمات مثلا مضاده للتجاعيد وكينصح بان تصبح الدار في الوجه ابتداء من 20 سنه ابارتيغ 25 عام، لا دير الكريم الصباح والكريم ديال الليل ويكون فيه الكولاجين ويكون فيه ماده الفيتامين سي ويكون فيه كذا ويكون فيه كذا. لا راه صافي اون فوا كتوصل 25 عام خاصك دير هي البشره ديالك، دير الكريمات، دير لي سوان الوجه، تشوف الاخصائي، راه التاثير ديال الجو المناخ الى غير ذلك راه عنده اضرار على البشره ديالنا. في الوقيته اللي يمكن كانوا الامهات ديالنا ماشي في زمن بعيد او الجداوات ديالنا حتى هما كيعيشوا بنفس النمط ولكن كيستعملوا مواد طبيعيه وكتقل البشره ديالهم شابه. ويمكن دابا نمشيو نحطوا مقارنه ما بين البشره ديالي مثلا انا والبشره ديال الجده ديالي غنلقى ربما كاين تقارب بعد ما هي كت فواحد السن اللي هو متقدم، ولكن الاهتمام بالبشره ديالها كان اهتمام اللي هو طبيعي. الان حنا صبحنا بلا ما نحسوا ضروري من الكريمات الليليه والنهاريه الى غير ذلك. وي كلام صحيح. بون القضيه اللي بغيت نهضر عليها هو ان الاصل ان الخلايا كلها سبحان الله العظيم منهم الخلايا ديال البشره، فهم كيجيو من الداخل. دونك كما كيقول لك وي ار واز وي ايت، يعني حنا اش كناكلو؟ اول حاجه التغذيه تبدلات، فالتغذيه مابقاش تغذيه صحيه، فالاغلبيه كناكلو بحكم راكم عارفين العمل كلشي كياكل في الزنقه، الاغلبيه كياكل فاست فود، الاغلبيه كياكلو يعني المسائل اللي هي ديال المعلبات والبشكيطو ديال الميكا، فهذا ديجا كيدير الشيخوخه ديال البشره. لان اصلا فهم واحد القضيه يا استاذ ديالي هو ان الفيسمون كيوتاني ولا الشيخوخه البشره مابقاش عنده علاقه بالسن، ولكن نتفق معك في واحد القضيه هو ان عاوتاني حنا دخلنا هنا في سكون ابيل في لاندستريالزاسيون يعني في التصنيع، فالتصنيع كيقلب ديما على باش كيما قلت كيدخل لا كليونتيل، دونك كيقلب على انه يكبر الشريحه ديال الخدمه. يعني كنعرفوا مع الناس اللي مثلا كيما قال الدكتور الوردي كانوا الناس اللي كيهضروا اكثر يعني اكثر من 50 سنه، دابا غادي نوليو نشوفوا حتى الناس اللي عندهم كيما قلت 20 سنه 15 سنه، وعلاش لا بعدا ممكن حتى الاطفال، لان هذه جي من بعد لان كيقلبوا باش يوسعوا كيما قلنا يعني الشريحه اللي غادي كيستهدفوا. كذلك قبيله صوتي لا سكينه على حسب معايير الجمال، بغيت باش نشير واحد النقطه هو انا كما قلت الله يعطيك الصحه معايير الجمال تختلف من ثقافه الى ثقافه ومن منطقه الى منطقه. يعني في المغرب كل واحد معايير الجمال، فمنطقه فمثلا بحكم كنعرف الحمد لله تسالي المغرب، فالمنطقه الجنوبيه مثلا الناس الصحراء كما قلت عندهم المراه السمينه والمراه الممتلئه هي معيار الجمال عند المراه. في بعض الاحيان يعني في الشمال كيعتبروا المراه اللي هي البيضاء اللي كل ما كانت اللون ديالها بيض فهي اكثر جمال. في بعض المناطق يعني الجبليه يعني عاوتاني المراه اللي دايره الوشام، يعني وهادشي كما قلنا كيختلف على حسب التقاليد على حسب العادات. في حين اننا دابا حنا ولينا سكون ابيل بقيناش دوله في العالم، دابا ولينا مش غير دول ولينا كنعيشوا في العالم في هذيك لعطيك الصحه، هو كله كيجمعنا في دوله واحده اللي هي مثلا بمجرد الاشهار هي الفيسبوك ولا هي الانستغرام ولا هي سناب شات ولا هي هذا، فالناس من العالم كامل هو دكتور وردي خصو يهضر لنا على النقطه هذه، وانا كما قلنا الناس من العالم كامل ثقافات مختلفه كيتلاقاو في بلاصه واحده. نورمالمون حنا كيخصنا الناس اللي كانوا كيمشيو يهاجروا للخارج كان كيخصنا الادابتاسيون يعني التاقلم. دابا كيفاش غادي تعيش مثلا انا مغربي ولا انت مغربيه في نفس الوقت كتعيش في حضاره اللي هي امريكيه بالانترنت بداك كيما نقولوا داك الريزو سوسيال ولا داك لابليكاسيون اللي كتادي بك انك كتهضر وكتعيش مع ناس واخا حنا كنهضروا مثلا مع المغاربه، ولكن كما قلت الصوره النمطيه كتجينا مستورده منين؟ بيان سور كتجي من مشاهير السينما والمشاهير بيان سور ديال الغناء. ومؤخرا كما لاحظتوا كاين واحد المشاهير الجداد اللي ولاو كيبانوا على السطح حتى حنا الحمد لله كندخلوا معاهم هما لي زانفلونسور ديال الانترنت مؤثرين وصانعي المحتوى.
صحيح صحيح. ولكن هنا في كاين المشكل هو ان في الممثلين ومثلا ناخذ مثلا غير على كيما نقولوا باي شبير يعني ان اكزومبل مثال مثلا خدينا توم كروز. توم كروز يشتي مثلا الافلام ديالو ديال الثمانينات راه كانوا جو شويه المهم كانوا فيه بعض كيما نقولوا النقاط العيوب اللي كنقولوا ولكن من بعد راه صلحهم اوكي. دونك هذه مثلا عندك مثال يعني تبدلات يعني الصوره ديال الممثل هو النيت يعني دار عمليه تجميل ودار حوايج اخرى. مثال عاوتاني اللي معروف بزاف اللي هو ديال واحد المغني راحل اللي كان ملك ديال البوب مايكل جاكسون اللي الناس عاوتاني كيسحبوا انه بيض جلدته حين انه هو كان عنده يعني مرض يعني نادر ديال كما نقولوا الايبوبيغوتاسيون يعني الجلد ديالو كتبيض بحال البرص اها وادى انا استعملوا واحد الماده ديال البيوتاتون زائد مواد اخرى باش يبيضوا الجلد كله لان ما يمكنش يعالجوا داك داك المرض ديالو فهما لقاو الحل السهل وانا يمشيو للتقن المعاكسه اوكي. دونك كما قلت لك هادو هو المشكل اللي كاين. انا بالنسبه ليا يعني كنشوف كما قلت لك كاين المشكل دابا الثقافه اللي ولات دابا ظاهره مؤخرا هي ثقافه السيلفي. فكما قلتي انت ولا الدكتور الوردي الناس دابا ولاو كيتسلفاو بزاف يعني المرآه دابا ولات عندك في الجيب ومرآه اللي هي خطيره جدا لان كما كنعرفوا داك القصه ديال سندريلا شكون هي الزوينه عقلتي كتقول لها هي انت نهار اللي جات سندريلا قالت لها راه كاينه سندريلا. دابا الناس كيبغيو يشوفوا كما قلتي في داك التليفون ديالهم بهذوك الابليكاسيون سيرتو لي تليفون بورطابل اللي كيكونوا ديال اندرويد لان فيهم واحد المود كيتسمى بيوتيفاي وهذا المود مود خطير واخا ماشي ابليكاسيون يعني في لاباري فوتو ديريكت بلا سناب شات فهو كيجمل وكما قلتي كيحيد العيوب كيحيد التجاعيد وكيحيد يعني نقولوا زامبيرفيكسيون يعني العيوب ما كيبقاوش يبانوا. فالانسان كيولي المشكل اللي كيكون عندنا هو المشكل ديال السيلف استيم ديال الثقه في الذات والاعتبار ديال الذات كينقص لان كيولي بدون فلتر ما كيسوى والو. هذا يعني المشكل اللي خصنا نحاولوا نعالجوا ان شاء الله بعد لي ريكومونداسيون. رجع بيان سور للسؤال ديالك فدابا الناس ولاو كيقلبوا باش كيما قلنا يوسعوا يعني من الشريحه ديال المستهلكين بصفه يعني عامه. ودابا كيما كتشوف يعني بحال حنا كمغرب يعني تبارك الله راه اكثر نقولوا اكثر من 50% راهم اقل من 50 سنه فبالتالي حنا كيقلبوا ديما فكيقلبوا يعني باش يستهدفوا الطبقه هذه لان الطبقه المستهلكه لان طبقه كما قلنا اللي غادا بواحد المنظور جديد كما قلت لك ديال الخارج لانهم ولاو بحالهم بحال الامريكانيين شافوا السيده كدير داك الكريم حتى نفسي ندير داك الكريم بالذات هي ما كاينش البديل تقدر يعني دير عليه حاله هستيريه تقدر البنت تغوت على الضغط عالم يعني التسويق الرقمي كل شيء ممكن كدوز لاكوموند ديالك وغيوصلك حتى للدار يعني كلشي ممكن. برافو عليك يعني هذاك الشيء قلت يعني المنتج خصو يجي هذا كيجي من كتسمع راسك كتقول ما كيجيبوكم من الميديكال قلت لك كيجيبوكم من الالمان الاخر كيجيبو من كوريا يعني كما قلت يعني الفريزون كدار يعني سير عندك حتى للدار خصك تخلص تكون عندك كارت بونكير وعندك ان كونت تعرف تشري به كتقدر كيما قلت توصلك اي حاجه للدار. دونك انا بالنسبه لي المشكل اللي كاين هو ان هذوك الكريمات وداك الشيء كامل انا كنفضل كما قلتي نرجعوا لتوسكي بيو لان كما قلت لك الاصل اننا خصنا ناكلوا مزيان فشنو خصنا نديروا فوجا خص يكون حاجه مزيانه فماشي كاع مواد يعني نقولوا حنا النظاره ومواد التجميل فهي مواد صحيه. فنعطيك هي مثال كاينه ماركه مثلا فرنسيه ما نقولش اسميها باش ما نديرش الاشهار ماركه فرنسيه اللي معروفه انها بيو اكتشفوا اخيرا انها يعني اغلبيه المواد ديالها لا الشامبوانات ديالها ولا مثلا الكريمات الوجه ولا كلشي ماشي بيو اوكي. دونك وقع مشكل كما فضيحه ديال اللحوم الخيول يعني لان حنا كنهضروا على صناعه استاذ ديالي فهما كيقلبوا على الربح وفي بعض الاحيان كما قالوا كيكتبوا حتى حنا كاطباء يعني فاش كيجيو عندنا يقدموا لنا المنتج كيقدموا لك خالي من العيوب ان المنتج غير خطير. نعطي مثال بار اكزومبل مثلا بحال الدواء ديال الحبوب كما قلتي فبزاف ديال الكريمات ديال الحبوب هي مواد اللي هي مشتقه ديال فيتامين ا ريتينويد وهي اللي مواد ما كتعطاش المراه الحامل شحال من البنت كتكون مثلا راك عارفه شابه تزوجات وحامله وكتستعملها لان المشكل كاين لوطو ميديكاسيون ان الناس كيمشيو ياخذوا داكشي مباشره من الفارماسي والناس اللي كياخذوا يعني صحيح ما كيديروش التشخيص وكياخذوا بيان سور المعلومات من الانترنت ديزانفلونسور انا راني جربتها راه عطاتني نتيجه فكلشي كيولي يعني كتولي ديك اللعبه ديال سلام جرب ولا اتصل الطبيب لهذا فحنا حنا كاطباء حنا قصرنا من هذا الجانب هذا وخلينا يعني كنقولوا الفضاء مفتوح للناس اللي ماشي في الدومين يهضروا على الدومين لان خص اللي يعطي نصائح طبيه خصو يكون اول حاجه طبيب ما يمكنش واحد انا مثلا ما نبقاش مثلا نعطي نصائح مثلا في تعشات ولا نعطي مثلا نصائح مثلا في الطب النفسي واخا انا طبيب مثلا والحمد لله يعني حتى حنا راه عندنا درنا دراسه يعني في السيكولوجيا ولكن انا ما نعرفش مثلا احسن من الدكتور الوردي والدكتور الوردي يعني عارفش الله يرحمك الوالدين اهله ادرى بشي عابيها هذه مقوله معروفه. دونك هادشي اللي بغيت نقول وكما قلت يعني ما خصناش يعني نكثروا علينا بزاف البرودويات ما خصناش نكثروا علينا بزاف من داك الماركات لان الماركات اللي غاليين فقط كيبيعوا السميه لان كتشي كنسموا الماركا سينيه فماشي من عندها راه غاليه راه الجوده ديالها مزيانه ولانها خاليه من المواد الكيماويه خاليه من المواد المسرطنه. نعم داكو؟
انا لا سمحتوا لي دابا لانه تبارك الله النقاش ممتع جدا برفقتكم، جاتني ساعه ما كافياش، خاصني نعاود تبليسه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مرحبا غادين مرحبا خصنا نديرو اون دوزيام بارتي. الرسول عين على الراس الاستاذ ديالنا ديال لا خطاك شكرا. حنا غنمشي شي شويه لواحد المشكل اللي هو انا كنشوفو بانه اكبر. المفروض انه دابا تكلمنا على واحد الفئه اللي هي مراهقة، سهل أنها تكون متأثرة ب... 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 يعني بالمحيط ديالها، بالصورة اللي كتسوق لها إلى غير ذلك. حتى نوصلوا 30 عام مازالين كنجربوا، مازالين كنعيشوا بزاف الحوايج. في التشخيص العامي لا بغينا نقولوا بكلمة شعبوية مثلا، مي كنشوفوا شي شخص اللي هو كاهل وبدا كيتقدم السن وكيدير شي تصرفات اللي شي شوية غريبة على لاج ديالو، كنقولوا هذا راه جاتو مراهقة متأخرة ولا جاتو واحد عندها تفسير أيضا طبي بأنه ممكن أنه في مرحلة من المراحل للأسف كنكونوا ما عشناش مراحل بداكشي اللي خاصنا نعيشوا بها، فمجموعة من المكبوتات كتخرج في واحد المرحلة عمرية وكتقدر أنه يتعطاها المسمى، ربما المسمى الطبي غيكون أكثر وضوح، ولكن كنقولوا بأنها مراهقة متأخرة أو لأزمة الأربعين أو أزمة الخمسين إلى غير ذلك. اليوم كنشوفوا ناس هاد الفئات العمريه اللي المفروض انهم يقوموا ناس اخرين، ماشي معنى انه حرام ولا حشومه ولا عيب انه يهتم بالنفس ديالو ولا بالشكل ديالو، ولكن تلقاو بعض الاهتمامات اللي فيها القياس. انا كنقول بان كل مرحله عمريه عندها الغرض ديالها وعندها كيفاش خاصها تكون والمراحل اللي خاصها تعاش فيها، فصعيب انه نكون في واحد المرحله عمريه وما نبغيش حتى شي تكميشه تكون في الوجه وفي كل ساعه خاصني نمشي ندير الحقن والطبيب نقول لا راه هذه بانت اليوم ونعاود نغبر سيمانه ونعاود نرجع لا هذه راه بانت غدا، صعيبه شي شويه، لا جلدي خاصني نجبدو الى غير ذلك، صعيبه شي شويه في واحد المرحله عمريه. فهاد هاد الهوس عند الكبار بواحد لا بغينا نقولوا بواحد المغلف مراهق، شنو يمكن لينا نعطيه كقراءه دكتور؟ وي دونك اولا بدا خصنا نعرفوا بان المراهقه ما عندهاش واحد السن اللي هو محدد، دونك اونسيان دونك اكزاكت تتبدا في السن من الطفل فاش يبلغ في السن ديال لا بيبرتي ديال الطفل، دونك اون جينيرال كانت حد 18 سنه ولا 21 سنه، ولكن دابا لا دات البدايه ديالها راها واضحه، دونك هي لا بيبرتي دونك السن ديال البلوغ، ولكن النهايه ديالها الي فلو دونك مازال ماشي واضحه بفعل ان دونك الاشخاص دونك مازالين دونك عندهم واحد الدراسات اللي هي مطوله، دونك تنقدروا ان دونك شاب دونك عنده واحد 30 سنه ولكن مازال نقدروا نسميوه مراهق، دونك مازال تيعول دونك على والديه وتبان وتمشي في مراحل من الحياه. اكزاكتومون وي وي دونك المرحله ديال النهايه ديالها مازال الي ماشي واضحه دونك وتختلف من شخص لاخر، دونك كيف ما قلتي كاينين واحد الناس دونك اللي ديجا دونك كونوا عائله ديالهم دونك عندهم حتى هما الاطفال ديالهم، ولكن من بعد يوصلوا باغ اكزومبل دونك سورتو دونك ما بين 40 50 سنه دونك هنايا تعيشوا واحد المراهقه اللي هي متاخره، باسكو في هذا السن اون جينيرال ان الشخص بعدا تيكون ديجا انه دونك دار واحد الاكتفاء ديال الذات ديالو من ناحيه ديال العمل دونك من ناحيه ديال السكن دونك وفر واحد المستلزمات ديال الحياه، دونك هنايا تيبحث انه يعيش دونك الحياه ديالو بواحد الطريقه دونك زعما بالنسبه ليه تتبان دونك زوينه، وهنايا دونك ترجعوا لواحد العوامل اللي كان الشخص عاشهم في باغ اكزومبل في الطفوله ديالو، واش كان تيعاني من واحد الحرمان، واش كان ديجا دونك تعرض لواحد الاعتداء سواء جسدي ولا جنسي، خصوصا باغ اكزومبل دونك الاشخاص اللي تعرضوا باغ اكزومبل لابي سوكسييل في الصغر ديالهم، دونك تيقدروا انهم دونك في السن فاش تيكبروا في السن انهم تيبقاو تيبغيو يخفيو هذوك المعالم ديال اللي تعرضوا لهم في الصغر ديالهم، دونك وان بحال دابا الشخص اللي تعرض لابي سوكسييل في الصغر ديالو تيقدر انه يكون عنده واحد التاثير على لا فيزيونومي ديال الشخص، وانه فاش تيولي بالغ تيبدا تيتشبه هو بالانثى، دونك تيبدا تمشي تيدير واحد العمليات ديال التجميل دونك باش تيحصل على واحد الجسد دونك ديال الانثى، دونك تيزرع التديان دونك تيغير من الملامح ديال الوجه ديالو دونك ما تيخليش ان دونك اللحيه دونك طلع ليه بواحد دونك الدكتور متقي هو اللي يمكن يشرح لينا دونك الطرق باش تيكسروا هذا الشيء
داكوغ. ولكن انا هادشي فاش تنجيو نرجعوا في لي زونتيسيدون دونك ديال الشخص، تلقاو بانه دونك في الصغر ديالو سواء كان يعاني من واحد الحرمان، سواء كان تعرض لواحد الاعتداءات دونك سواء جسديه ولا جنسي دونك جنسيه. وتلقاو ايضا هناك العامل دونك الوراثي، دونك ان الاشخاص اللي تعانيوا من هاد الاضطرابات اللي قلنا بانهم داخلين في واحد الوسواس القهري، تلقاو بان سواء الاباء ديالهم ولا سواء دونك الاجداد ديالهم كانوا تعانيوا دونك من الوسواس القهري. فاش نقولوا المصطلح ديال اضطراب الوسواس القهري هو واحد المصطلح اللي هو دونك واسع، دونك باسكو الوسواس القهري فيه بزاف ديال لي فورم كلينيك. باغ اكزومبل الوسواس اللي مرتبط بالنظافه، الوسواس دونك اللي مرتبط بالتنظيم ديال الشخص، في بزاف ديال ولكن دونك هذا الاضطراب تيحدث واحد الاضطرابات دونك في لي نورو ترانسميتور. دونك سي لا ميم فونكسيون، يعني يقدر ان الابوين كانوا تيعانيو جوست من الوسواس ديال النظافه، ولكن دونك الولد ديالهم دونك عنده واحد الوسواس اللي هو ديال الصوره، ديال كيفاش تيظهر عند الناس، اللي تنسميو حنايا واحد لي اوبسيسيون ايديك، واحد الوساوس فكريه دونك اللي تيخليو الشخص انه تيبقى تيفكر غير في الصوره ديالو، من بعد دونك تيدير واحد السلوكات باش تيزين الصوره ديالو. يعني ديما ترجعوا دونك حتى للعامل الوراثي، وبالفعل دونك تلجؤوا دونك حتى لا كولتور، لا كولتور فين عاش الشخص وشنو هما دونك. ودابا حاليا سواء لا كولتور كيف ما قلنا بان العالم كامل ولا تيسكن في واحد القريه اللي هي صغيره، يعني ولينا حنايا هنا في المغرب دونك من فاتحين على لا كولتور ديال لا كوري دو سود، ديال الجابون، ديال لاميريك. دونك المراهقين دونك يتبعوا المسلسلات دونك الكوريه واليابانيه، دونك يبغيو يتشبهوا دونك بهذوك دونك النجوم ديال هذوك السلسلات دونك المدبلجه. يعني هنايا حتى العامل ديال لا كولتور اللي كنا شحال هذه دونك تنقولوا راه واحد العامل اللي مؤثر فريمون. دابا مع هذا انعدام الحدود دونك دابا تنقولوا ما لا باسكو كل دوله دونك عندها الحدود ديالها دونك على الخريطه، ولكن دابا راه واحد كاين واحد انعدام تاع الحدود دونك عايشين كاملين في واحد القريه اللي هي دونك مصغره. دونك يمكن لي انا دونك من هنا من المغرب دونك تنتواصل مع واحد الشخص دونك في روسيا دونك تنتكلم، يعني هنايا واحد انعدام تاع الحدود اللي تيخلي بان الافكار ديالنا ولات مشتركه. دونك تيجيونا بزاف نورمالمون في لا كونسلطاسيون دونك مراهقين اللي تيتقنوا فريمون اللغه دونك اليابانيه، اللي تيتقنوا فريمون دونك اللغه دونك لا كوري دو سود، لانهم دونك تيجيو حتى في لو كومبورتمون في المانيريزم دونك الطريقه باش تيتكلم معك. دونك تلاحظ بانه ماشي تشبع بالثقافه المغربي، ماشي فريمون مغربي غا من الدخله، غا لاسبي ديالو ديال الدخله دونك تتعرفوا هنا تقدر تقول هنا خانه ان هذا المراهق هذا راه متبع دونك الثقافه الامريكيه، انه متبع الثقافه الفرنسيه، لا هذا متبع دونك الثقافه دونك اليابانيه. وهذا الشيء ولينا تنشوفوه دونك كثير، وهذا الشيء دونك تاثر دونك على دونك يمكننا الا بغيتوا دونك نتحدثوا دابا على التاثيرات دونك تاثر دونك على مستوى دونك العلاقات دونك في المجتمع ديالنا. دونك الناس ما بقاوش يتواصلوا دونك مع والديهم مع الاخوه ديالهم، دونك الاباء ما بقاوش على علم ان الولد ديالهم دونك سواء مراهق ولا شاب مع من تيتواصل، وهذاك الشخص اللي تيتواصل معاه دونك واش عنده واحد التاثير ايجابي عليه في الحياه ديالو ولا واحد التاثير سلبي. اوكي داكوغ، يعني هنايا ترجع لواحد النقطه بان خاص واحد المراقبه دونك مجتمعيه. اولا خاص المراقبه دونك ديال الاباء الاطفال ديالهم دونك مع من تتحدثوا دونك انهم بيان سور دونك خاصهم يخليو لهم واحد المجال من الحريه، ولكن واحد المجال من الحريه اللي خاصها تكون ان بو كادري دونك سو سورفيونس، واحد لا سورفيونس بارونتال دونك باسكو الا شفنا بان كاين واحد الخطوره دونك على المراهق ديالنا دونك هنا ما يمكنش نقولوا بان يمكن لي نخلي لي واحد الحريه. وكيف ما تنشوفوا دونك حاليا دونك تكاثروا دونك الحالات ديال الانتحار سواء بالالعاب الالكترونيه سواء دونك جوست عدم الرضا على النفس، مجموعه من الامور اللي باغ اكزومبل المراهقه دونك تتبارطاجي دونك الصوره ديالها سور فيسبوك ولا سور انستغرام، وهنايا دونك تيجي واحد العدد من التعليقات
هاد التعليقات تتكون المراهقه تتعرض لواحد التنعيم واحد لا سيلمون فهمتي دونك تي باغ اكزوم دونك تيستهزئوا دوك من الصوره ديالها تيقولوا لها شوفي عينيك كيفاش عاملين شوفي النيف ديالك وهذوك دوك الكلمات ما خصناش نستخفوا منهم هذوك الكلمات ديال السخريه المراهق دونك تيعيشهم بالجسم ديالو دونك تيبقى تيفكر فيهم تيقول بصح واخا يكون ان الشخص راه تيستهزئ راه ما قاصدش انه راه ما تيقولش لا رياليتي دونك الحقيقه ديال الصوره اللي تيشوف ولكن المراهق دونك تيقول بوتيت خطا بصح دونك يعني تيتيق هذاك الكلام وهنايا دونك تيقدر يدخل دونك واحد الحاله ديال الاكتئاب وتيمكن له انه يوصل لواحد الحاله اللي خايبه دونك اللي هي ديال الانتحار. وربما هذا راه موضوع اخر لانه هذا انا كنقول بانه اضطراب او لا تراب لانه الناس كتبدا تسب في بعض الله وما كتعرفكش كتبدا تسب فيك وتعاير فيك يعني راه فعلا هذا اضطراب اللي صبح خاصو تشخيص وخاصو بحث طبي بطبيعه الحال. انا قبل ما نوصل للتوصيات لانه مابقاش معنا وقت كثير غادي نرجع عند دكتور متقي بالنسبه لهذه المساله ديال الصوره المثاليه او الشكل المثالي. الغريب هو انه دابا من قبل ربما حتى انا كانت بالنسبه ليا كاينه صور مثاليه كاين جسم مثالي خاصو يكون بمعايير معينه وبانه في الحقيقه فعلا راه كاين هذاك الجسم المثالي هو متواجد، لكن من بعد بحكم ربما المهنه وبحكم مجموعه من الامور اللي كنبحثوا فيها تبين لي بانه لا وجود للجسم المثالي، الكمال لله سبحانه وتعالى ضروري من مشاكل. الغريب في الامر هو ان الناس ما كيدركوش بانه مثلا الجسم كجسم راه هناك مكياج الجسم باش يمكن يبان الجسم يعني كما كنقولوا صافي ما فيهش لا حبوب لا حتى شي حاجه كيدار يعني واحد المكياج. ربما حتى المناطق اللي هي حساسه كاين بعض الاحيان السيدات كيكون عندهم واحد الخوف كتقول لك لا انا الجسم ديالي ما صافيش الى غير ذلك. مؤخرا عرفت بانه كاين واحد نوع ديال المكياج اللي كيتم تسويقه خاص بالمنطقه الحساسه مثلا وبالمناطق الحساسه اللي تغطي جميع العيوب. ايضا حتى بالنسبه للباس بالنسبه للمكياج حنا ملي كنشوفوا واحد الطفره في تغيير ملامح الوجه عن طريق الكونتورينغ عن طريق رسم الحواجب رسم العينين الميكروبليدينغ مجموعه ديال التقنيات اللي صبحت متاحه. ربما الناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال الزياده في الشعر اليوم صبح قدامنا اللازيغ ليميغ بولسي مجموعه من الامور اللي هي يعني في يد الانسان انه يمكن يطبقها. كاين بعض الناس اللي كيشوفوا بان الصوره المثاليه كاينه وخاصهم يوصلوا لها، كاين بعض الناس اللي كيشوفوا بان الصوره المثاليه باش يوصل لها خاص بزاف ديال الفلوس والا ما غيقدرش يوصل ليها، عندك الفلوس راك زوين ما عندكش الفلوس راك ما زوينش. وكاينين الناس اللي مقتنعين بانه الجسم البشري طبيعي انه يكونوا فيه اشياء زوينه ويكونوا فيه نواقص اللي كتستدعي واحد المتابعه واحد المراقبه وصافي. صحيح بون كيما قلتي بالنسبه انا تنا عندي يعني واحد القناعه هو ان ما كاينش يعني المثالي الكامل لله العلا المثال يعطي يعني المثال واحد اخر فقط. حنا في المعايير ديال الجمال يعني المعايير الطبيه ولا نقولوا المعايير الجيومتريه يعني الهندسيه فحنا كنعتبروا يعني الكود الراسو ديما هو 1.6 يعني مثلا بحال في الشفتين كي على حسب يعني كنطلبوا مثلا تكون الشفه العليا مثلا فيها مثلا 1 سنتيمتر الشفه الاخرى تكون حتى 6 يعني ما كاينش تكون مثلا الشفه العليا مثلا كبر من الشفه السفليه في نوع تعطي واحد الفورما يعني ماشي ناتورال يعني ماشي كاع بنادم هذا غير الله صحيح. ولكن كما قلت لك ما كاينش يعني شكل مثالي ان الله سبحانه وتعالى شوف هذه معروفه مثلا المراه القصيره كتكون مكتنزه وكيكون عندها الارداف كيكون عندها يعني لك عارفه يعني المؤخره ولا يعني القوام تيكون ديالها يعني كما كنقولوا حنا سكسي ولا كيقولوا عليهم يعني مثير جنسيا في حين المراه الطويله غالبا هو الدكتور واحد راه معنا لان كيكون عندها علاش مشكله الهرمونات لان في البلوغ الله سبحانه شوف فضلنا بعضكم على بعض في الرزق كما قال الله سبحانه وتعالى دونك الطويله عندها الطول ولكن غالبا تيكون عندها نقص يعني في الاسداد وفي مثلا الارداف. القصيره كتكون عندها شويه القصر وكيكون يعني ربي عطاها الاكتناز يعني هذه معروفه سبحان الله العظيم يعني كما قلت الكمال لله كل واحد فيناش عطاه الله كاين اللي عطاه بشره بيضاء وملامح خايبين كاين اللي عطاه بشره سمراء وملامح زوينين لان كما كنقول حبدا كنقول حنا الحروف يعني مشى الزين كيبقى حروفه لان ما كذبوش واخا كيبقى كيمشي كيولي الترهل واخا هذا فالمرأة واخا تكون عندها 90 عام ولا سيدي عنده مثلا 100 عام كيبقى يبان داك التبوكيصه ديالو راه كتقول هذا راه باقي الاثار ديال التبوكيصه فيه. دونك كما قلنا يعني الحمد لله حنا كنحاولوا كما كنوصل ديما لي باسيون ديالو ولا لي باسيونت لان حنا ماشي باش كنتقاتلوا مع الوقت
لان ما يمكنش، ولا انا كنتحاربوا يعني مع الشيخوخه. حنا فقط كنحاولوا يعني نحسنوا من داكشي اللي عندنا. فاول حاجه ما كنركزوا على الماكله، وبزاف كيقولوا الماء 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 اشربوا الماء اشربوا الماء. فالدكتور المتسقي ديما كيقول اشربوا الماء، هذه اول حاجه في التريتمون كنعطيها، يعني لا خص الانسان اول حاجه يشرب الماء. فنعطيك مثال، مثلا حنا في نفس يعني في فصل الشتاء كيوقع لنا كلنا كل عندنا بشره جافه لان ما كنشربوش الماء مزيان، فبالتالي كيوقع انديزغاسيون نيفو دي كور كامل، ما كنعرقوش. يعني هذا مثال بسيط. كتجي عندك تقول لا حق البشره ديالي كتكون في الصيف دهنيه وفي الشتاء كتولي جافه، حيت عندنا حتى معتقدات خاطئه. هذا هو اللي خصنا نرجعوا له، خصنا دابا ان شاء الله نبداو نقلبوا على تصحيح المعتقدات، ناخذوا المعلومات من عند كما كنقولوا اسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، نسولوا المعلومات ناخذوها من عند ماليها. عندي استشاره قانونيه نسول واحد في القانون، استشاره طبيه نسول واحد الطبيب، استشاره يعني في اي حاجه خصني نسول على واحد مختص فيها. هذه اول حاجه. وثاني حاجه كما قلنا ما نبقاوش ناخذوا يعني ذاك الافكار يعني ماتش النرجسيه ولا ما نقولوا احنا الورديه، ان الانسان كما قلنا يصوب شويه وجهه راه غادي يتبدل 100% مع الناس، يعني غيوليو يبغيوك الناس. يعني راه كمثال بعد ما كيجيو عندنا الناس يعني على كما قالوا امراه اللي عندها مشكل ديال الطلاق، وكتجي عندي انا باش نلقى لها الحل، يعني يعني قضيت يعني لها وجهها قضيت لها الفورما صافي غنحل المشكل. الوغكو هذا يعني غلط ديجا عندها هي، وغلط عندي انا كطبيب باش يتبسيت معها في الخط. اوكي، لان كما قلت لك ما كاينش قوام مثالي، ما كاينش يعني شي حاجه اللي هي مثاليه، ولا بد. نعطي واحد القضيه عندي اخرى، يعني حتى هذوك الناس اللي كيشوفوهم مثاليين خاصهم يفقوا في 6 الصباح يشوفوهم كي كيصبحوا، حيت هي ما كدير التصويره حتى كتكون دايره المكياج ومقاده الفوتوشوب الاسره ديالي راك عارفه اللي هي طبيعيه وما دايرينش فيها المكياج، راه احيانا كتكون بشره شحيبه اكثر من البشره ديالك انت اللي كتشوفي. السبب بسيطة يا أستاذ سكينة، هو أن الناس هذوك اللي مثلا فنانة راه ما كتنعش. ثاني حاجة ديما عندها الأضواء، راك عارفة أنتم راكم كصحفيين عارفين المسألة هذه، الأضواء ديجا ديال الكزينو فهما أضواء اللي كيطلقوا موجات اللي كتحرق البشرة، يعني مع الاستمرار كتحرق البشرة. الممثلين راك عارفة كيما قلتي بالزبنة خاصها دير المكياج، كل مرة كدير لها مكياج، يعني مرة كتكون في إذاعة كدير لها مكياج إذا كإذاعة، مرة كتكون مثلا في أن بلاط ديال التصوير كيجيبوا لها مكياج أخرى، يعني حتى ديك الماركة اللي أنا تفرض أنها تقول ماركة ديالي ما عندهاش حد تفرضها، ممكن كل مرة كيجربوا فيها. نزيد واحد القضية، نعطيك واحد القضية كنلاحظها، هو أن لي زانفيونسوز شي مرات كانوا يدوزوا يقول لك مثلا حق اللازير راه ما مزيانش، حق البرودوي فلان ما مزيانش. سبب بسيط، هو أن هذيك السيدة ولا ذاك السيد كل مره كيجرب حاجه جديده، فقوس التجربه كتهلك داك الوجه وكتهلك داك البشره. فما بقاش نقولوا ان داك البرودوي الاخر هو اللي ما مزيانش، ممكن يكون مثلا عندك حاجه اخرى، ممكن يكون السبب راه وقع في البرودوي الاول وعاد بان في البرودوي الاخر. لان احنا مثلا التساقط الشعر اللي وقع مثلا في فصل الخريف راه سببه هو ان داك الشعر كلا العصا في الصيف بالبحر بالشمس بالعرق وبقوه كما قلتوا الدوش، لان كندوشوا بزاف في الصيف كندوش مثلا 3 مرات بالشامبوان. فالسهلاك المفرط للشامبوان هو اللي خلى الشعر يطيح في الخريف، ماشي الخريف اللي كيطيح الشعر، ملي ارتاح الشعر بدا كيطيح. الله يعطيك الصحه. دونك حنا هنا باش نعالجوا بيان سور، ولكن خصنا ما نبقاوش يعني كما قلنا ناخذوا يعني ديك الصوره المثاليه فهي ما كايناش. خص كل وحده وكل واحد يحاول يشوف راسو زوين في داكشي اللي عنده ويحسن منه ويكون واقعي، ما يطلبش المستحيل. اوكي، كما قشر لي قبيله الدكتور بهاء، هو حنا كنعانيو مؤخرا يعني واحد النوع ديال لي تروب اللي هو ديال الانفصام الشخصيه الجنسيه. فيعني عندنا ناس اللي ما عندهمش اصلا شخصيه جنسيه محدده، فهو باغي يكون بنت وهو راجل في نفس الوقت، ما باغيش يكون بنت 100%. فبعلاك يمكن نحافظ على العضو الذكري ديالي، يعني باغي كما قال الدكتور بهاء باغي مثلا فقط الثدي والبشره نحيد منها الزغب، والامثله معروفين الحمد لله لا في المغرب ولا في الخارج. وكاين العكس، كاين بنات اللي كيدوز كونابيل مثلا تكساس ولا مثلا بعض يعني المسائل التجميليه اللي كيسحبوها مثلا الناس كيطلبوا يعاودوا يديروها ما عرفتش اش ديريها الاخرين، الاخرين دايرينها باش تكون ماسكولين. كاين البنت اللي باغا تكون عندها وجه ماسكولانيزي يعني مذكر، هو التكساس يعني كتبغي يكون عندها العلامات ديال الذكوره بيني في الوجه وكتريني باش كتسيري كتريني. هي ما بغاتش يكون عندها عضو ذكري، هي ما بغاتش تولي ذكر، لكن باغا يكون عندها شكل رجولي، لان تنفكروا بين الشكل الانثوي والرجولي وما بين الجنس اللي هو ذكر وانثى. هي ما بغاتش تكون مثلا ذكر باش تولد الدراري ولا ما تحمش، وهذاك الاخر عاوتاني باغاش يولي انثى باش يكون مثلا يعني يدير كيما قلت الدور ديالو كانثى. هو فقط يعني المشكل كاين مشكل خارجي على مستوى المظهر، يعني باغي يلبس بحال العيالات، باغي يكون عنده جسد بحال العيالات، ولكن ما بغاش يدير الدور ديال الانثى ولا ديال الام ولا مثلا ديال المراه بصفه عامه. والصراحه ما بقاش معنا الوقت، ولكن الحديث معكم الله يحفظكم ليا اختك غنشوفك. الله يطول عمركم. تفضل دكتور بهاء، رسالة مباشرة اش يمكن لك تقول من خلال لقائنا اليوم؟ اللي نقدر نقوله اليوم بدا رسالة موجهة للآباء. أولا
باسكو هما اللي عندهم واحد الكونتاكت مع المراهقين دونك كثير. اولا خاص الاباء دونك انهم دونك يتصنتوا دونك الاولاد ديالهم دونك للمراهقين دونك يتفهموا دونك الشعور ديالهم، يعرفوا دونك كيفاش يشوفوا هما الجسم ديالهم، وانهم دونك ما يستخفوش من هذاك القلق اللي تعيشوه دونك الوليدات ديالهم. الا كانت بحال دابا دونك البنت تجي عند امها تقول لها شوفي الشكل ديال سناني كيفاش عامل، شوفي اللون ديال البشره ديالي، دونك ما خاصش هنايا الام انها تستخف بهاد الكلمات، لا تاخذها بواحد الجديه. دونك يكون واحد الانصات، جوست شي مرات يكون غير الانصات راه تيخفف من هذاك القلق اللي تعيشوه دونك المراهق. دونك هذاك ليكوت دونك راه مهم، دونك خاصنا دونك نصنتو دونك المراهقين ديالنا، خاصنا حنا بعدا كآباء دونك نقدموا واحد الصوره جيده دونك على الجسد ديالنا. ان بحال دابا دونك الام الا كانت هي طول الوقت دونك تتشوف راسها غير راضيه على الجسد ديالها، والبنت ديالها دونك المراهقه تتشوف بان الام ديالها دونك طول الوقت تقول انا غلاضيت دونك انا شرفت انا تبانوا لي تجاعيد، دونك يعني هنا الام ما تتبينش واحد الصوره جيده دونك الوليدات ديالها. يعني هنا حتى البنت دونك هي غادي تبدا تتقلب حتى هي واش حتى هي عندها نفس دونك المشاكل اللي عند الام ديالها. وفي الاخير دونك كيف ما قلنا دونك نصمتوا دونك المراهقين ديالنا، دونك نقدموا واحد الصوره دونك جيده دونك على الشكل ديال الجسد ديالنا، ما نسخفوش بالقلق اللي تعيشوه المراهقين ديالنا، واننا دونك نراقبوا دونك المراهقين ديالنا مع من تيتواصلوا وشنو هما دوك المواقع اللي تيدخلوا ليهم باش انهم دوك ما يطيحوش في واحد الحاجه اللي تقدر دونك تاثر عليهم دونك على دونك جسديا. باسكو الا مشى دار شي عمليه ديال التجميل اللي اثرت عليه دونك هنايا دونك كاين واحد التاثير جسدي، وكذلك دونك نفسانيا انه الا دخل في الاكتئاب دونك يمكن له دونك يوصل لواحد المرحله اللي هي خايفه دونك ديال دونك محاوله الانتحار او بالاحرى دونك الانتحار. دونك هذه هي الرساله ديالي. وانا لا سمحتي غنضيف على واحد الجمله، هو انه ما خصناش نستخفوا بالصحه النفسيه ديالنا. بزاف ديال المشاكل اللي هي نفسيه وكتعطينا مشاكل من بعد اللي هي عضويه، وللاسف مثال عندنا ثقافه ضيقه في علاقتنا مع الطب النفسي ومع مشاكلنا النفسيه. راه يكذب علينا الكاذب اللي يقول فينا شي واحد صحيح 100%، كلنا مضطربين وكلنا محتاجين للدعم النفسي، فقط الاضطراب عندنا من شخص لشخص ومن شكل لشكل ومن محيط لمحيط، وبالتالي الوعي ديالنا بالمشاكل وبالاضطرابات النفسيه اللي عندنا من شانه انه يساعدنا على اننا ربما قد نصل نوعا ما الى الكمال اللي كنبحثوا عليه، واخا هو ما موجودش في الحياه، ولكن على الاقل كنقدروا اننا نبروتيجيو راسنا لو ماكسيموم. دونك ما خاصناش نورمالمون نحشموا ان احنا نمشيو نديروا واحد الاستشاره عند طبيب نفساني ولا عند ام سيكولوج. دونك دائما دونك خاصنا نطلبوا الاستشاره سورتو دونك الى شكينا بان هنايا راه كاين واحد الاضطراب، وهنايا دونك هنايا نيت الدور ديال وسائل الاعلام اللي يمكن لها دونك تسلط الضوء على هاد الاضطرابات. دونك وتنشكركم دونك على هاد دونك الحلقه اللي غادي تنور دونك بزاف تاع الناس دونك غادي يعرفوا بان راه كاين واحد الاضطرابات نفسيه دونك هي اللي مورا هاد الهوس ديال الصوره اللي تيعيشوا المجتمع حاليا. الله يخليك، وانا بضوي نشكرك بزاف على كاع المعلومات اللي تقاسمتيها معنا. دكتور مستقي ختاما تفضل. ختاما دونك نديرو دي ريكومونداسيون ولا نقولو دي توصيات. فانا اول توصيه كنوجهها يعني لي كونفرير يعني الاطباء يعني الاصدقاء ديالنا ولا لي كونفرير يعني لي كوليك خوتنا في الحرفه، اننا خصنا نورمالمون نبقاو نوعيو ديما ونراعيو هذا الجانب النفسي. فملي ما يكون المريض ولا المريضه يعني عندهم بين كاين هوس فما فيها باس يعني كونسلطاسيون يعني ديال بسيكياتر اللي هو عاتني عادي يشوف المريض واش محتاج يعني العلاج نفسي. فبذلك كتمن لو فيدما دونك نهزو يدينا هو اللي يتكلف به باش يعرف يعني العلاج ديالو. ولا ان السيد مثلا يعني عنده كما قلتي ان تي تروب اللي ممكن مثلا تولي داك الساعه هذا بريزون شارج انتيغديسيبلينير يعني نتعاملوا كامل باش نعالجوه. يعني حنا نعالجوه من جانب الخارجي التجميلي، والطبيب بيان سور النفسي كيعالج بيان سور الجانب البسيكولوجي. خصنا ان شاء الله يعني نكثروا لي زيميسيون ولي البرامج يعني لا في الانترنت ولا في وسائل الاعلام يعني كامله الوطنيه بيان سور، باش يعني نزيدوا ان شاء الله. لان الحاجه قلت لك هذاك كيف عندك تنفع المؤمنين، يعني كل ما زدنا دوينا وزدنا يعني باش تكون الشريحه اللي كنقيسوا اكبر، لان حلقه وحده ما كافياش، برنامج واحد ما كافيش باش نهضروا على هذا المشكل هذا، واللي هو يعني خصو يتخاد كما قلنا
يعني بعين الاعتبار وما يبقاش لي استخفاف، لان الصحه النفسيه راه بحال التليفون، راه ملي كيدخل لك فيروس ولا بي سي راه تيخسر، ما كيبقاش خصك تستعمل. هكاك الانسان راه ملي كيوقع له مشكل في الصحه النفسيه ديالو راه كيؤدي يعني بعض المرات البون دو نوغوتو، اه ما يمكنش يرجع. حاجه اخرى ما نساوش ان كما قلنا المراهقين اليوم هما البالغين ديال غدا، وحنا كذلك كنا مراهقين، من الحمد لله كما كنقولوا يعني كنا بيان اونتوري، كانوا معنا ناس يعني الحمد لله اللي كما نقولوا والدينا ولا خوتنا ولا الحمد لله العائله ديالنا وصحابنا اللي وقفوا معنا يعني وعاونونا باش نمروا من داك المرحله اللي هي كما نقولوا مرحله كما قال الدكتور بهاء الدين المراهقه ما كتساليش بسهوله، واللي ممكن تعاود يعني تحل القوس ديالها في اي وقت طالما ان الانسان ما كيلقاش اللي يعاونو اللي يشدو باش يوقف معاه يعني في الطريق. اخر حاجه يعني بغيت نشير لها هي خصنا يكون عندنا دي بون زيكزومبل. الله يعطيك الصحه، قلتي الشكل مثالي، وخص يكون بعدا عندنا شخصيه مثاليه. اول حاجه حنا ما عندناش اصلا شخصيه مثاليين، يعني حنا خص يكون عندنا الامثله، الناس اللي يعني الامثله كنتبعوهم يكونوا عندنا دي بون انفلونسور اللي يعطيو القدوه. ومن هذا الباب هذا كنوجه يعني تحيه للناس اللي الحمد لله يعني الناس المعروفين تبارك الله، يعني اللي كيعطيو المعلومات، اللي كيقدموا يعني نصائح صحيحه، واللي كيقلبوا بحال مثلا مصطفى سوينغا تبارك الله عليه، الناس يعني ما شاء الله يعني كاين الناس اللي كنفرحوا بهم، كنشوفوا كنفرحوا ان اولاد بلادنا الحمد لله كيعطيو يعني هذا. وكاين شي وحدين الله يسمح لهم اللي كيديروا التجاره، يعني راكم عارفين كياخذوا الفلوس من عند الشركات ولا من عند مثلا كلينيكات ولا من عند مثلا هذا، وكيديروا التجاره فوالا هذا راه مزيان هذا ما مزيانش. الحمد لله الناس دابا راهم كبروا، الحمد لله الناس راهم فاقوا، عارفين انهم راهم خصهم يقلبوا على راسهم، والحمد لله كما قلنا وسائل الاعلام يعني كتبين كل شيء. خصنا فقط يكون عندنا كما قلت نتبعوا الناس اللي هما مزيانين، وما نبقاوش نكذبوا على راسنا يعني لا في الجسد ولا في النفسيه، لان الحمد لله كلنا الحمد لله احنا مزيانين، كلنا احنا نورمال، فقط كيخصنا نديروا شويه ديال التحسين. شكرا جزيلا لكم. كنبغي نشكر بزاف دكتور المتقي محمد يوسف، طبيب مختص في طب الجميل. شكرا جزيلا لك دكتور المتقي على حضورك معنا، وكنت سعيده جدا بالدردشه هذه. ايضا كنوجه تحيه للدكتور وردي محمد بهاء الدين، طبيب اختصاصي في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. شكرا جزيلا لك دكتور، لا يخطيك بارك الله فيك. كنت سعيده جدا 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 بهذا اللقاء هذا، الله يخطيكم وان شاء الله تلقى فرصه اخرى. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. ختاما مشاهدينا الكرام، التفكير في الصوره او تحسين الصوره ماشي عيب، ولكن الهوس بالصوره احيانا قد ينسينا الجوهر. وربما الناس اللي كيبحثوا على جمال الصوره خاصهم يشتغلوا بشكل كبير على الجوهر وعلى الشخصيه ديالهم، لانه ملي كتكون الشخصيه ما غنقولش صحيحه لانه كما قلت الكمال لله، ولكن ملي كتكون شخصيه متزنه كيكون الداخل ديالنا زوين كيعكس واحد الجمال غير طبيعي على الشكل بطبيعه الحال ديالنا الخارجي. انني نبحث على انني نجمل من نفسي او انني نصحح بعض الاخطاء اللي كديرونجيني في شكلي ماشي عيب، ولكن كل ما فكرت في هذه المساله تخصني نستحضر مجموعه من الامور قدامي. اولها انه ما نمشيش عند اي واحد، ثانيها انني نحترم القرار ديال الطبيب، لانه الطبيب اللي كيحترم نفسه اكيد انه اذا كشف بان المساله ما كتستدعيش انك تقوم بها فهو غيرفض انه يقوم بها. ثالث حاجه خصو يكون عندنا الخوف على الامانه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، لانه ربي عطانا واحد الامانه اللي خاصنا نحافظوا عليها حتى نرجعوها ليه، فبالتالي نرجعوها في احسن قوام ورجعها في احسن شكل كيف ما هو صورنا فيه. نصحح ماشي عيب، نعالج ماشي عيب، ندير اللي عليا ماشي عيب، ولكن نغير خاصني نفكر فيها مزيان قبل ما نقررها. شكرا جزيلا لك هشام، رقصنا اليوم في الاخراج بطبيعه الحال. ومره اخرى نرجع ونقول لجميع الاباء والامهات حذاري من الشارع الواقعي والافتراضي ايضا. دمتم في رعايه الله، نلتقي الاسبوع المقبل، تصبحون على خير والى اللقاء.